بارك الله فيكم. تقول كانت حاملاً ومنعت عن الحركة وألزموها بأن تبقى مستلقية، فكانت تصلي وتؤثر بعينيها، فهل ما فعلته صحيح؟ إذا كانت حاملاً وقرر الأطباء أن تبقى مستلقية ولا تستطيع الحركة لأن هذا يؤثر على جنينها أو على صحتها، هي معذورة بل وهي مستلقية، لكن تكون رجلاها إلى القبلة، تكون رجلاها إلى القبلة وترفع رأسها يسيرا وتشير برأسها، تشير إلى الركوع والسجود برأسها ولو يسيرا، وتجعل الإيماء برأسها للسجود أحفظ من الإيماء للركوع، تؤمن برأسها وهي مستلقية بناء على حسب ما تستطيع. نعم جزاكم الله خيرا. نعم فإن كانت لا تستطيع الإيماء برأسها فإنها تؤمن بطرحها في الركوع والسجود. نعم جزاكم الله خيرا.